أثارت ريتا جوهال زوجة اللاعب العالمي رياض محرز الجدل من جديد بعدما أكدت صحيفة بريطانية وجود علاقة عاطفية تجمعها بملاكم أمريكي، وكشفت أن الفتاة البريطانية من أصول هندية حطمت قلب اللاعب الجزائري. نشرت صحيفة ميرور البريطانية تقريراً الأحد الماضي يؤكد وجود علاقة بين ريتا والملاكم الأمريكي ديونتاي وايلدر، وأوضحت الصحيفة أن زوجة محرز شوهدت جالسة مع الملاكم الأمريكي في أغسطس الماضي بأحد النوادي الليلية، وكان هناك انسجام واضح بين الثنائي أثناء الأمسية. في المقابل أصيب اللاعب الجزائري بصدمة كبيرة بعد سماعه بتفاصيل تلك الواقعة، خصوصاً أنه من المعروف عن محرز التزامه الديني وأنه يمتنع عن شرب الكحول ودخول الملاهي الليلية. وبعد ساعات من تردد هذا الخبر على وسائل الإعلام العالمية، خرجت جوهال عن صمتها لترد على كل تلك الاتهامات. أكدت زوجة محرز أن ما نشرته الصحيفة البريطانية عار عن الصحة، وأوضحت عبر حسابها على إنستغرام أن ما يتردد كذب وافتراء، وأن ما جمعها بالملاكم الأمريكي كان مجرد حديث حول العمل، وطالبت الجميع بالصمت وعدم التحدث عن حياتها الشخصية. شاركنا برأيك، هل ريتا جوهال تخون بالفعل رياض محرز؟